انتصف نهار فلسطين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة لآخر الأحداث والتطورات وكل ما يجري ويدور في العاصمة المحتلة وأيضا في مختلف محافظاتنا محافظات الوطن مع شبكة مراسلين المتواجدين في مراكز المدن. لكن قبل ذلك دعوني أرحب بمن هو الآن موجود معنا على الهواء مباشرة. معنا فؤاد جرادة من المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى إيهاب الضميري من طول كرم وأيضا كريستين ريناوي من العاصمة المحتلة بالإضافة إلى سامية أبو شرخ من خليل الرحمن. والبداية معك إيهاب الضميري. إيهاب، طول كرم استيقظت على خبر استشهاد المواطن رعد البحري، لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده وما الذي حدث بالأمس؟ نعم، تحية لك ليال وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل طول كرم ليلة أمس عاشت لحظات عصيبة مع خبر ونبأ استشهاد المواطن رعد البحري، وهو يبلغ من العمر 25 عاما، من سكان قرية كفر زيباد إلى الجنوب من طول كرم. هذا الشاب الذي وصل إلى حاجز جبارة جنوب طول كرم، وصل هناك من كما تقول العائلة ليقوم بتسليم زيت الزيتون لإحدى قريباته التي تسكن داخل أراضي 48 في بلدة الطيرة، ووصل هذا الحاجز الذي يعد مدخل ومخرج للأقارب والأهالي داخل أراضي 48 للوصول إلى طول كرم والخروج منها. عندما وصل إلى هناك قوات الاحتلال كانت قد باغتته بإطلاق عدة رصاصات على جسده، أصابت قدميه وأصابت جسده المناطق العلوية من جسده، وبالتالي ترك لأكثر من 40 دقيقة ينزف حتى أعلن عن استشهاده. ورفضت قوات الاحتلال تسليم جثمانه، ورفضت أيضا تقديم أي علاجات له أو الاقتراب منه، وأغلقت الحاجز أمام المركبات. لكن حالة من الحزن وحالة من الغضب تعم محافظة طول كرم وقرية كفر زيباد التي نحن نتواجد الآن في ديوان هذه القرية، حيث يتوافد الأهالي يتوافد الأقارب والأصحاب لتقديم العزاء لذوي الشهيد رعد البحري، وبالتالي في وسط حالة من الحزن. نستضيف معنا هنا الأستاذ فاروق غنايب، وهو رئيس مجلس قروي كفر زيباد، للحديث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك معنا. إذا نتحدث عن حالة من الحزن تعم قرية كفر زيباد ومحافظة طول كرم، لكن التفاصيل المتوفرة لديكم حد هذه اللحظة وتحديدا فيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد رعد البحري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخي العزيز، حصل ما حصل واستشهد الشاب رعد ماجد صالح البحري على حاجز جبارة المقام على الأراضي الفلسطينية الفاصل بين 48 والحدود 67، استشهد بدم بارد وبطريقة نذيلة جبانة إن دلت على شيء إنما تدل على مدى خوف هذا المحتل، على مدى استهتاره بالتعامل مع الشباب الفلسطيني. حقيقة يسود كفر زيباد والمنطقة والكفريات ومحافظة طول كرم جو من الحزن الشديد لما لهذا الحادث من أثر سلبي على جميع المواطنين في المحافظة. كفر زيباد الآن تتوشح بالسواد، تتألم لأن هذا الشاب فقد وقتل بدم بارد لا مبرر له إلا أنه الاستخفاف الإسرائيلي بحياة المواطنين وبشبابنا وبأبنائنا. وإننا نعم، دعني فقط أن أسألك السؤال الأخير، بالتالي يعني في ظل التفاصيل المتوفرة لديكم، هل هناك موعد لتسليم جثمانه؟ هل كيف تقومون بالتواصل مع كافة الجهات من أجل تسليم جثمانه؟ وخاصة كانت هناك أنباء قبل اختطاف هذا الجثمان بأن الاحتلال كان أو نوى للحظات لتسليم هذا الجثمان. حقيقة إحنا الآن وفي هذا الجو البائس الحزين نناشد كافة مؤسسات حقوق الإنسان ونناشد إخواننا في الارتباط الفلسطيني وجميع من له علاقة أن يعملوا وبالسرعة الممكنة على تسليم الجثمان. حقيقة هم عند الحادث رأسا وفي خلال دقائق من الحدث اتصلوا بالارتباط الفلسطيني وطلبوا منا أن نذهب لاستلام الجثمان، وما أن ذهبنا إلى الحاجز لنستلم الجثمان
فرفضوا ذلك وأعلنوا أنه سيتم تأجيل هذا الجثمان. وأننا مرة أخرى نناشد إخواننا في الارتباط الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان وكل من له علاقة بهذا الموضوع أن يعملوا وبكل جهد واجتهاد لنستلم الجثمان ونواريه في ثرى هذا الوطن. نعم، شكرا لك الأستاذ فاروق غنايم رئيس مجلس قروي كفر زيباد. بالفعل يعني حالة من الحزن تعم قرية كفر زيباد نظرا لظروف استشهاد هذا الشاب بدم بارد أطلق عليه النار، وحسب روايات الشهود العيان الذين قابلناهم صباح اليوم قالوا بأنه لم يكن يحمل شيئا، وبالتالي فندوا رواية الاحتلال المزيفة. إليك ليال. نعم إيهاب الضميري من طول كرم حدثنا حول ما جرى وما طبعا قصة تفاصيل استشهاد الشاب رعد البحري، رحم الله شهداءنا الأبرار. وطبعا يعني حالة من الحزن والغضب والألم تتوشح بها محافظة طول كرم. نتحول من طول كرم مباشرة إلى المحافظات الجنوبية مع فؤاد جرادة. فؤاد، الحال لا يختلف كثيرا عما يجري أيضا في الضفة، غزة عشرات الإصابات خلال مسيرات العودة، وأيضا يعني إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق جباليا، بالإضافة إلى مجمل الأخبار المحلية هناك. تفضل. نعم، طيب الله أوقاتك ليال أنت والسادة المشاهدين. قبل البدء بملفات هذا اليوم للمحافظات الجنوبية نبدأ بالخبر الذي ورد قبل قليل، والحدث الذي بدأ في أو الذي كان في قطاع غزة قبل قليل، حيث سمع بشكل واضح وعالي جدا أصوات لطائرات F-16 المقاتلة في أجواء القطاع، مما أثار قلق المواطنين، ولكن عاودت بعد ذلك لفترة محدودة وعاودت بعد ذلك للانسحاب. وحسب ما زعمت ما يسمى بإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الطائرات انطلقت من قاعدتها لملاحقة هدف ما شمات القطاع، ومن ثم عاودت هذه الطائرات إلى القاعدة وانتهى الحدث. هذا ما دعته ما يسمى بجيش ما يسمى عفوا بإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالدخول إلى أو يعني في ملفات هذا اليوم، ونبدأ تحديدا من الإصابات التي بدأت بصباح هذا اليوم، وهي إصابات أو ربما هذه الأحداث الميدانية هي أحداث روتينية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها على مجموعة من المزارعين في المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة 2 من المزارعين. وصفت إحدى هذه الإصابات بالمتوسطة وربما تكون معقدة طبيا في التعامل معها، حيث تم نقل هذه الإصابتين أو هاتين الإصابتين إلى المستشفى الأندونيسي شمال القطاع للامتثال للعلاج. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية. في ملف آخر أيضا وصل بالأمس وفد طبي أسباني، وهذا الوفد هو متخصص في جراحة القلب للأطفال، حيث تم يعني فحص أكثر من 50 طفلا. هؤلاء الأطفال هم من الذين مصابين بالتشوهات الخلقية في القلب، وتم التأكيد أو يعني سوف يتم إجراء عملية لأكثر من 20 حالة في المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، وهذا ضمن يعني محاولة التخفيف عن أطفال الأطفال الفلسطينيين هنا في القطاع، وفي محاولة منهم أيضا تقديم الدعم الطبي لهؤلاء الأطفال. هذا فيما يتعلق بهذا الملف، ولكن كان هناك أيضا ملفات أخرى حقيقة، ربما يعني هناك بعض من حالة التتبع وحالة من المتابعة الحثيثة للمواطنين لما يجري في لبنان، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول ربما التشابه الكبير في الأوضاع المعيشية التي ما بين قطاع غزة وما بين لبنان، بالإضافة أيضا إلى يعني الارتباط الوجداني ما بين المواطن الفلسطيني وما بين لبنان، كونها يعني كانت قد حضنت الثورة الفلسطينية لأكثر من 10 أعوام، وبالتأكيد يعني هذه المتابعة يعني يتخللها أيضا بعض يعني الدعوات لنصرة لبنان ونصرة الشعب اللبناني. هذا ما لمسناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كل شيء. نعم. حتى اللحظة ليال في قطاع غزة. نعم، الصورة وصلت من المحافظات الجنوبية. شكرا جزيلا لك فؤاد جرادة، أطلعتنا حول آخر التفاصيل والتطورات هناك. نتحول مباشرة إلى خليل الرحمن مع سامية أبو شرخ. سامية، وأنت متواجدة الآن في مهرجان الجنوب للتسوق الزراعي في الظهرية، ماذا يحمل هذا المهرجان في طياته للمزارعين للمواطنين؟ لو يعني تطلعين أكثر بتفاصيل أدق حول ما يجري.
مساء الخير لك ليال ومساء الخير للسادة المشاهدين وأيضا للزملاء في كل أماكن تواجدهم. نبدأ أخبار الخليل في البداية ميدانيا. نتحدث عن اعتقالات واقتحامات قوات الاحتلال لمحافظة الخليل من مناطق متعددة. قوات الاحتلال اعتقلت من بيت أمر شمال الخليل طفل بالغ من العمر 9 سنوات وهو طفل قصي جعارة أثناء له هذا الطفل في فناء المنزل. قامت قوات الاحتلال باعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك أيضا دارت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي المنطقة. أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين والشبان. إلى ذلك أيضا قوات الاحتلال اقتحمت بيت عوا جنوب الخليل ودارت أيضا مواجهات هناك. أطلق خلالها الاحتلال قنابل السامة صوب الشبان ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق عولجوا ميدانيا. نتحدث من جانب آخر سريعا ليال. بالفعل نحن موجودين في هذه اللحظات في مدينة الظاهرية جنوب الخليل لتغطية فعاليات مهرجان الجنوب للتسويق الزراعي. هذا المهرجان والذي جاء برعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور محمد شتية وبحضور رسمي وشعبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل وأيضا مديرية زراعة الجنوب إلى جانب مجموعة من المؤسسات. يهدف المهرجان إلى دعم صمود المزارعين من خلال فعاليات تستمر لمدة 3 أيام. هو مهرجان تسويقي سيتم عرض منتجات زراعية محاصيل زراعية إلى جانب أيضا أدوات حديثة تستخدم للزراعة البيئية والزراعة المائية وما إلى ذلك. سنقوم بإعداد تقرير سيبث عبر النشرات الإخبارية القادمة يتحدث بتفاصيل أوفى. ليال باختصار أخبار الخليل حتى هذه اللحظة. أشكرك جزيل الشكر سامي أبو شرخ حدثنا حول ما يجري في خليل الرحمن من تطورات وأخبار وفعاليات. ومباشرة ننتقل، لكن قبل ذلك دعوني مشاهدينا الكرام أرحب بحياة حمدان التي انضمت إلينا من بيت لحم بالإضافة إلى خليل أبو عرب مراسلنا من مدينة نابلس. يعني هذه نبدأ يعني نعود إليك كريستين. كريستين في وأنت موجودة الآن في معرض للحفاظ على الموروث الثقافي المعماري في العاصمة المحتلة في ظل كل هذه المحاولات لطمس الهوية المقدسية، حدثينا أكثر عن أهمية هذا المعرض، ماذا يحمل وأيضا ماذا يضيف للمواطن المقدسي؟ أهلا بك ليال وبكافة المشاهدين. يعني هذا معرض تحت عنوان حجر لوجيا، حجر من بناء، لوجيا من تكنولوجيا. المعرض هو يضم 11 مجسما لمعالم دينية وتراثية وتاريخية في مدينة القدس المحتلة. بالحقيقة هو يضيف ليس فقط للمواطن المقدسي بل للمواطن الفلسطيني المحروم من الوصول إلى مدينة القدس. هذا معرض متجول لمن لا يستطيع الوصول إلى القدس، سوف يتعرف على الرواية الحقيقية ويتعرف على معالم القدس من خلال هذا المعرض. هو معرض حديث، حجر كما قلنا بناء لوجيا من تكنولوجيا. هنالك روبوت كما تشاهدون في الصور، روبوت يروي عبر تسجيل آلي، يروي قصة وتاريخ كل معلم من 11 معلما ضمن هذا المعرض. المعرض طموح وقد يضم المزيد من المعالم في مدينة القدس، وبالشراكة ما بين الفنان المقدسي ابن حي باب حطة عبد الجليل الرازم وأيضا مؤسسة النيزك التي طورت هذا الروبوت الآلي، وأيضا مؤسسة وجمعية برج اللقلق في مدينة القدس التي تعاونت لإنجاز هذا المعرض الفريد بفكرته والمهم برسالته، بأن من لا يستطيع الوصول إلى القدس عبر هذا المعرض سوف يتعرف على معالم القدس ويكون بداخله. رمزية كبيرة من خلال هذا المعرض. نسلط الضوء على هذه الرسالة من خلال التقرير الذي نعده لنشرات الأخبار، ونشير أيضا إلى أن هذا المعرض هو جزء من وزاوية من منتدى القدس التكنولوجي الذي يشارك فيه 500 شاب و
يعني شاب مقدسي ومقدسية على الأقل، وبالتالي هذا يعكس الحراك الذي تعيشه مدينة القدس رغم كل الهدم واقتحامات الأقصى والإعدامات والاقتحامات. نعم، شكرا لك كريستين رناوي، حدثتنا من العاصمة المحتلة حول هذه الإبداعات الفنية للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للعاصمة المحتلة. نتحول مباشرة إلى بيت لحم مع حياة حمدان وحياة يعني حملة وطنية تبدأ في واد فوكين لقطف ثمار الزيتون. ضعينا في هذه الأجواء أكثر بالإضافة إلى مجمل ما يجري هناك في المحافظة. نعم ليال، أهلا بك، أهلا بكافة المشاهدين. نتحدث اليوم عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع الجنوب الذي يبدأ اليوم الحملة الوطنية السنوية لقطف ثمار الزيتون من بلدة أو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم. وطبعا سبب اختيار هذه القرية هو لقربها من المستوطنات وأيضا للأطماع الاستيطانية فيها وأيضا لمعاونة المزارعين في قطاف الزيتون لهذا الموسم. لأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الأخ محمد البدن رئيس قسم التطوع في المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع الجنوب. مرحبا بك أخ محمد. أهلا. أهلا بك. بداية نتحدث عن تفاصيل هذه الحملة، سبب اختياركم لواد فوكين وعدد المتطوعين اليوم من الشباب والصبايا. صحيح، يعني هاي الحملة السنوية اللي بنظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة باقون كشجر الزيتون، اليوم أكثر من 130 متطوع ومتطوعة من جنوب الضفة الغربية المحتلة من بيت لحم والخليل بيشاركوا معنا في هاي الحملة اللي انطلقت من قرية واد فوكين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم. للأسباب اللي ذكرتيها هي أن المنطقة محاذية يعني على بعد أمتار من هذا المكان تحديدا ما يسمى بالخط الأخضر عام 48 موجود، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة مستهدفة فيها أطماع استيطانية. كل عام تشهد قرارات إسرائيلية بمصادرة آلاف الدنومات من أراضيها، المستوطنات وصلت إلى منتصف القرية، وبالتالي الوضع هنا صعب جدا. ورسالة وهدفنا اليوم في هاي الزيارة هو استهداف هذه المدينة كرسالة أو القرية كرسالة لتعزيز صمود الناس والحفاظ على هذه الأرض ومعاونة أصحاب الأراضي في مواجهة وتحدي إجراءات الاحتلال. نعم، يعني أخ محمد اليوم هو أول يوم في هاي الحملة، لو نتحدث عن الأيام القادمة وسلسلة فعالياتكم في موسم قطاف الزيتون متى ستكون، وأيضا كيف من الممكن للمستمعين المشاهدين المشاركة كتطوع في هذه الأعمال؟ صحيح، يعني هاي الحملة تمتد خلال موسم قطف الزيتون حتى نهايته. احنا عندنا برنامج سنوي، هذا العام سنستهدف واد فوكين، الان موجودين سنستهدف منطقة بتير ومنطقة فرات بالتحديد منطقة عين العصافير بالاضافة الى منطقة عصيون ومناطق اخرى في بيت لحم في جنوب الضفة الغربية والمناطق المهددة بالمصادرة التي يتعرض اصحابها لمضايقات من المستوطنين والجيش، وايضا فيها قرارات بالمصادرة او منع اصحابها من الوصول إليها. نحن نقوم بالإعلان عن هذه الحملة من خلال صفحات الفيسبوك، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى، وبالتالي يمكن لأي شخص يريد التطوع المشاركة من خلال التواصل معنا عبر الإعلام الرسمي للمجلس الأعلى. شكرا لك، كل التوفيق. شكرا لك أخ محمد. إذا مشاهدينا الكرام، إذا ما تحدثنا عن الأخبار الميدانية الأخرى في محافظة بيت لحم، فبالأمس وتحديدا مساء أمس كان هناك اعتقال من قبل القوات الاحتلال لثلاثة شبان من ملعب لاجئ الرياضي في مخيم عايدة شمال بيت لحم. هذه هي مجمل الصورة هنا في بيت لحم. عودة لك ليال. نعم، شكرا لك حياة حمدان. ونتحول سريعا إلى خليل أبو عرب في نابلس، وحملة قطف الزيتون ليست في بيت لحم وحدها، أيضا عصيرة الشمالية تنطلق فيها هذه الحملة بمشاركة متطوعين ومتضامنين. كيف يبدو موسم الزيتون لهذا العام خليل؟ لو تطلعنا سريعا على ما يجري. نعم، موسم الزيتون لهذا العام موسم يبشر بالخير إن شاء الله على أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا اليوم انطلقت الحملة إحنا معكم التي تنظمها وتشرف عليها الإغاثة الزراعية بالتنسيق والتعاون مع جامعة النجاح وكذلك مع طلبة مهتمين في مجال الأرض والحفاظ عليها، حيث انطلقت منذ ساعات الصباح في أراضي بلدة عصيرة الشمالية حيث شارك الأهالي هذا اليوم في قطاف ثمار الزيتون. متابعة لهذا الموضوع معنا منسق الحملة السيد خالد منصور. سيد خالد يسعد أوقاتك. أهمية المشاركة المجتمعية في فعاليات قطف ثمار الزيتون وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ حملات التطوع هي تؤدي عدة أهداف.
أولا تشعر المزارع أنه ليس وحده في مواجهة الاستيطان، وثانيا تؤدي هدفا وطنيا، وثالثا هدفا اقتصاديا. نحن جئنا باسم احنا معكم، حملة تتواصل منذ 11 عام. في هذا العام حملة احنا معكم الإغاثة الزراعية ستكون في 27 موقع سكاني اخترناها من بين المواقع التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين وجرائم الاحتلال. هنا احنا اليوم في منطقة براط في جبل عيبال التابع لبلدة عصيرة الشمالية. هذه المنطقة على بعد أمتار فقط، هناك برج عسكري وهنا مسمار جحا، الإسرائيليين أقاموا هنا ما يسمونه بالمذبح. إذن هذه المنطقة مهددة. تعزيز صمود الناس، بقاء الناس، هذا مهمتنا، هذا غايتنا. جئنا بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية، مع كل الخيرين، مع كل الناس الذين يعني يدفعهم الوازع الوطني ليخدموا ويقدموا المساعدة للشعب. شكرا لك سيد خالد منصور. إذن هذه الحملة ستنطلق في 27 موقعا، إضافة إلى هذا اليوم قام عدد كبير من المتضامنين الأجانب بالوقوف إلى جانب المزارعين في منطقة بورين لدعمهم والوقوف إلى جانبهم في ظل اعتداءات قوات الاحتلال. هذا صوت الأحداث حتى هذه اللحظة في منطقة نابلس. وعادة عليك أشكرك خليل أبو عرب، حدثنا من نابلس حول ما يجري. إذن حملة لقطف الزيتون في عصيرة الشمالية كما شاهدنا. مع هذه المحطة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مراسلنا في الميدان. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.